هيدي الصورة. اليوم نحن رح نحكي كيف تصورت. العامل الأساسي فيها هو الايزو. الكل ممكن يفكر انه الايزو اللي فيها واطي 100 او 200 او يمكن حتى 400، بس الحقيقة غير هيك. الايزو فيها لهيدي الصورة هو 6400، والسبب صراحة حتى انا ما بعرفه، بس اللي بعرفه انه في ويب سايت اسمه ميلكي واي كالكوليتر. بتحط انت بهيدا الويب سايت كل السيتنجز تبع كاميرتك، اذا فول فريم او اي بي اس سي وكذا شغله بعد، هي بتعطيك لحالها السيتنجز الصحيحه 100% لحتى تطلع لك هيك صوره. فالخلاصه مش دائما الايزو العالي بضر الصوره، بالعكس اوقات انت لازم تعلي الايزو لحتى تطلع الصوره ظابطه.